تلج يا زوبة. تلج ايه يا سيد؟ انت لحقت تفوق، اللبن اهو. لا كفاية لبن يا زوبة، تعبت اقصد زهقت. اشرب اللبن عشان تشد حيلك. ها؟ زوبة. نعم. لو اي حد جه او سأل عني، انا النهاردة اجازة، يعني لهم سافر. يسلم فمك، عملت طيب والنبي يا سيدي. ايوه كده، انتبه لصحتك. انا صحتي زي البوم، بس النهارده واخد اجازه. لا مؤاخذه يا بيه، هو حضرتك بتشتغل ايه؟ ليه؟ عندك شغلانه ليه؟ استغفر الله يا بيه. امال بتسالي السؤال ده ليه يا زوب؟ اصل مستخسره فلوس حضرتك كده بتروح يعني. يا ريتها يا ست تضيع، مش احسن ما اموت واسيبهم. ما الشر عنك يا سيدي، يحميك لشبابك. تعرف يا زوبه، انا عندي 3 عمارات وعندي فلوس زي الرز، ولا عندي ولد ولا بنت ولا ام ولا اب. صور السيف اللي اب وانا ماليش، ده مش لازم اصرف واتمتع وهيص قبل ما اتكل واسيبهم. بعد الشر عليك يا بيه، ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تملى عليك البيت عيالك. بنت الحلال منين يا زوبه؟ اللي بيجون هنا عقدوني من الجواز. اقول لك التلج يا زوبه. Yeah.